القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الدرس 431 من دروس التفسير، وما زال أكد صورة الأحزاب السجي ميرد ربي أذن في السلسلة 43 ألمذ اللاية 48. هذا هو الدرس رقم 431، وتفسيرنا اليوم ينصرف إلى الآيات 43-48. هو الذي يصلي عليكم وملائكته تتم للنداء. ربي سبحانه يتسمسل ياكذ المؤمنين مسنينا للآية، آخر آية نوقف درسنا عدنا غير الآيتين في نقولها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقل النداء موجه إلى المؤمنين، سيدي ربي يساول المؤمنين ينيسنا المؤمنين. ذكرت ربي طاس أي غار خطر يزمر بنادم أذي يغفل أذي يذكر ربي شويط. هناك من يذكر الله قليلا، أما كريدنا مثل الجنازة داخل مقبرة داخل جبانة ما كاينش اللي ما يذكرش ربي أو كيفه، ولن مذان تكش من سكال ذي كان معناه يزرى بلاد يسوى السيس. كل يعلم بأنه إلى ذلك المصير يسير، ذا فريد إن جرا يتراجو غياب كل حذيس. لو يذكر ربي في زلزلة كان يذكر ربي في زلزلة، سولت إذا كان الباطمة في ساتيام إيطاج ما كاش كيفاش ما يذكرش ربي، ما كاش كيفاه مستحيل ساتيام إيطاج وقتاش يلحق. هذا شيء طبيعي، طبيعي في الإنسان، رد فعل طبيعي عند الخوف. وين يهرب؟ يهرب لربي. ربي قال في القرآن في سورة الذاريات الآية 50 ففروا إلى الله، الهربة سلك أرول لسيدي ربي شيء طبيعي. ولكن ربي سبحانه يغسل المؤمنين باش أذكر ربي يطاس نغد. كلما ذكر كلمة الذكر دين ربي سبحانه قال ذكر كثيرا ذاكر الله كثير والذكر دائما اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أم بعد ثورة أدياس نداء وايض بعد هذه الآية، هو الذي يصلي عليكم المؤمنين أنوك تظلن في اللون في اللون ربي، ربي يصلي عليكم أو كيف، وملائكته الملائكة يصليوا عليكم كيف الملائكة يصليوا علينا. صلاة الله على المؤمنين رحمة، ذا هو المعنى كلمة الصلاة. الصلاة عندها بزاف معاني في الترمينولوجي في المصطلح. كلمة الصلاة هذه صلاة تصلي، الفاتحة صلاة،
الفاتحة كي شرحناها قبل في 2001 كي بدينا التفسير. الفاتحة عندها أسماء، الفاتحة أي فاتحة الكتاب مراجعة، أم الكتاب، السبع المثاني، الكافية، الوافية، الشافية، الصلاة. إذن الفاتحة عندها بزاف أسماء، من أسمائها الصلاة. ذاكي مدين ربي هو الذي يصلي عليكم المؤمنين، ربي تظل في اللون. صلاة الله على المؤمنين هي رحمة، معنى ربي يرحمهم يعطي لهم الرحمة، ذو الرحميس. وملائكته استغفار، صلاة الملائكة على المؤمنين استغفار. أتصور الملائكة تستغفر لك، تقول يا ربي اسمح لفلان، يا ربي اغفر له، يا سعدك. المهم تكون من طائفة المؤمنين. وملائكته على ليخرجكم من الظلمات إلى النور، باش يكون يوسف ربي سي الظلام ارتفف. ذا شو يقصد ذاكي الظلام؟ ماشي الظلام ذاكي المادي، تعاقب الليل والنهار، هذه سنة كونية عجيبة من أدلة من دلائل قدرة الله عز وجل، تعاقب الليل والنهار إذا كذواس. ذاك يقصد الظلام. ذا شو الظلام؟ ظلام الكفر، ظلام الشرك. خطر الكافر راه في الظلام، ان شاء الله يعيش بلي بروجيكتور، ولكن راه عايش ذي ظلام في الظلام. الشرك، تصور واحد يدير الشرك لربي سبحانه، عجيب. كاين مشركين درك، كاين مشركين. احنا نتمنى الهدايه للجميع، ولكن من باب استنطاق الواقع ليس الا. المعاصي، ظلام، ذنوب، الآثام، أكون السفة ليخرجكم سي ظلمتكي النور، نور الإيمان، نور الطاعة. هذا يعرفه الإنسان. شوف روحك كي تكون بسم الله ما شاء الله صليت وصمت وكذا، تحس روحك بسم الله ما شاء الله. إذا كان هرتها كامل يا حسرة، مهما كان لازمك لي بسيكولوج، لازمك لي سوسيولوج، لي رقيولوج على وزن رقيه، يدوروا كاع بيك، تقول لهم راهي داخل، راني مقلق. سي نورمال مقلق. لي رقيولوج هذا ديروه انتر بارونتيز، خاطر ما كانش سبيسياليتي رقيولوج. اني نشوف يلا الرقية الشرعية موجودة، هذيك الأخرى اللي ماشي مليحة، هذيك نتاع التجارة وهذيك ما والفساد والخسارة، نو. ولكن الرقية الشرعية بضوابطها مشروعة، خاطر كل حاجة تقوم كانس. يلا. وكان بالمؤمنين رحيما، يعني زاد ربي سبحانه أكد، معناه ربنا عز وجل أعطى وعد، وعده حق. يوعد ذا ربي باللي أذي تسوالي المؤمنين استيط من الرحمة، وعدهم أن ينظر إليهم بعين الرحمة وأن يرعاهم بحسن رعايته. هل يعني هذا أن الله لا يبتلي المؤمنين؟ خاطر ممكن واحد يفهم غلط، يقول كيف أراني مؤمن ولكن أراني مسوفري، لهلاك، المرض، المشاكل، التجارة ما مشاتش، طوموبيل توجور اون بان، وراك رايح عادي، مازلتك مؤمن، لأن ربي يجربك، يجربك، يجربك بشي يحب هو، يبتليك بما يشاء لا بما تشاء. ما كاينش اللي عنده فيش دوفو مع ربي، كاش واحد عنده فيش دوفو، بطاقة الرغبات، غير يوريها لنا، أنا وكساع فيش دوفو، ربي باغي يجرب سوينيك فغا ماشي سوينين فغا، خلاص يفلح نزيد قرنك اسيني مرحبا استكشي ربي، دايا مرحبا استكشي ربي. فلاحي كان هكا، فلاحي منهجيه فلاحيه، ترتاح تتفلسف تروح فيها،
وكيفاه وكيف روح بالعقل، والا لا بوصول تروح، تروح لا بوصول، تقارن دير دي كومباريزون، تقول علاش انا يا مؤمن نصلي وراني في المشاكل وهذاك والو وراه حذاري تغلطش. تجي جا ربي غادي يخدم الشغليس، جا ربي غادي يخدم الشغليس. وكان بالمؤمن رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، مباشرة إلى يوم القيامة، يوم اللقاء. عندنا يوم اللقاء وهو لقاء بلا فراق. الدنيا مجموعة فراقات، دنيا فراق 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 فراق، حمل وين تبغيض ضد يسواسات فراقا. دوكا كاين لا ديفينيسيون، ما معنى المرض؟ لا ديفينيسيون الهلاك، لا شفت فراق الصحة للمرض للجسد، فراق الصحة للجسد. ميك تروح تزمرت ذا موضي، مي لا كاش مؤمن ذا سيني ورقازاكي باش هذه يوي الحسنة هذه يحبس لا شينيون. كاش واحد من الإخوة اللي بعد لهي بارك الله فيك الأخ باش يدي الأجر، لأنه هكذا ممكن كنا نسمح نسمح، ولكن الملائكة شوية كان. الجمعة جمعة مقدسة، سي ساكري سي ساكري، خذ مثلها رب غادي يقرك تكمل الجمعة أخدم، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. مي غا ماشي غا واحد تطفسي الشدة أنا نخدم نخدم، اخدم الله يعينك، ولكن الدين النصيحة إن شاء الله الأخ يبلغه باش يتوقف لاشينيون لأنه يزعج. مع ذلك ندعو له بكل خير، تحفظ ربي إن شاء الله من كل بلاء. إذن المرض، ما معنى المرض؟ الهلاك، فراق الصحة للجسد. تروح تزمرت تجيت في شريف لكن قار. ما معنى الموت؟ أشو الموت؟ فراق الروح للجسد، معنى في الروح روحا أسمث في الروح ذاين يموت. إذن الحياة فراق 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 فراق، ولكن في الآخرة لقاء بلا فراق، ثمليليث بلا الفراق. ولكن يا سعد المؤمنين ربي واش قال؟ تحيتهم يوم يلقونه، يعني يلقوا ربي، هذاك ربي اللي وعدهم في القرآن في الوحي الطاهر اللي بشرهم يوعد ثاني صفر حيثان أثفن ذيهم يرجون لقاء الله. سورة الكهف دائما نذكر أنفسنا بها، خاصة الآية الأخيرة الآية 110، فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تحيتهم يوم يلقونه سلام. المؤمنين ما رملي النكذة ربي سبحانه ذي شو التحية جرس سلام، ولاش أمثال ويث لهنا فضمن الغنى. سلام سلام سلام، ما أحوجنا إلى السلام، نحوجك ثلويف. لذلك سبحان القرآن يشرح بعضه بعضا، الآية 44 تساوي الآية 73 من سورة الزمر، ذكرناها مرارا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت ورش وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. سلام لهنا يا سعدك كي تسمع كلمة سلام من الله جل جلاله أخيني أكورت سقوال أقلك ذي لمن وضمان، لا تخف لا تحزن أنت في سلم وسلام وأمن وأمان. وبناتهم أهل الإيمان سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، في مليثك ربي أمن وأمان وسلم وسلام. زيد وأعد لهم أجرا كريما.
أعد لهم إهجية سند الإعداد. مهما كان أنت كيجيك ضيف دير واش حبيت باش تفرح الضيف نتاعك. أنت بشر إمكاناتك محدودة، أليس كذلك؟ هكيدك واش تبغيض يعني حذرة غلظة مش استهكيضة كي يدخل في الباب. حذاري لازم تضحك في وجهه. ايه يقول لك المثل الصيني، مش نتاعنا المثل الصيني، على بكم الامثال لي بروفيرب سون ليميت سون فرونتيير. المثل كما ذكر المره اللي فات يقول لك تشعل شمعه خير ما تلعن ظلام. فكي ماشي نغفقين الصين ذا الامثال نغب النار ورصنا. وفي القران ربي يقال ويضرب الله الامثال للناس. مدين الامثال معنى بلا حدود ولا سدود. المثل الصيني يقول لك ساهل باش تحضر مائده مليحه الماكله كلش، ولكن حذاري تغلط في الضيافه الاستقبال. ازمده قضى بسم الله ما شاء الله الماكلات الله الله، ولكن حذرت غلظظ ما راه قافلوظ ينفقي قافليت سوذم يضصان سو الفرح ذوني الصح. لو كان تحضر له كلش وتقابلوا مقابله مش مليحه، اذا كان كلا ياكل هكذا برك رفع عني الحرج. حذاري. لذلك الاسلام يعلمنا الذوق، الحذاقه الحذاقه قرص قبيلة الحداقة وقرص قبيلة الزرف. اي وحذيق سيني بسلايم الزرف اي وحذيق. الذوق ككتب احد الدعاة كتاب رائع اسمه الذوق سلوك الروح. الذوق سلوك الروح. لذلك رب سبحانه وأعد لهم أجرا كريما، معناه أعد لهم الجنة بألوان نعيمها الذي لا يخطر على قلب بشر. ما كما ورد في الحديث القدسي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أي نرث ولا رثيت أرس لوم الزوغ أردنس ذي البال نغذي الخاطر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذا النداء الثاني بعد النداء الموجه إلى المؤمنين جاء النداء الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك ربي هضرك ذنفي يسولس يا أيها النبي. أولا تعليق في معرض النداء مريسيو لربي الأنبياء أسني السوال سيسمون نمسن ماذ محمد صلى الله عليه وسلم أسيسيو إما يا أيها النبي نغ يا أيها الرسول. اقرأ القرآن كاملة. أقول في موضع النداء وفي معرض النداء أنزول سي آدم. آدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة السولس يسميس. إبراهيم خليل الرحمن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. موسى يا موسى إني أنا ربك. عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إني متوفيك ورافعك إلي. إذن دائما بالأسماء كي يوصل لمحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جميعا إما يا أيها النبي كما هذه الآية 45 من سورة الأحزاب نغيا أيها الرسول. يا أيها الرسول شرحناها مثلا في سورة المائدة الآية 67 الآية 67 من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن هذا نداء التشريف
للنبي صلى الله عليه وسلم يختار وصف النبوة أكد وصف الرسالة. إنا أرسلناك، خمس أوصاف، خمس أوصاف بعد وصف الرسالة، ومعلوم شاهدا، وصف الأول شيني شاهد أتشهد يقفت خلقي ثمرة لأنه بلغ الرسالة، بل أذي يشهد في الأنبياء مزورا، يشهد على الأنبياء السابقين هل بلغوا أم لم يبلغوا. ونحن أمة الإسلام أيضا رفع الله قدرها لأنها الأمة الشاهدة على الناس. سيدنا نوح يطمع في الأمة الإسلامية باش تشهد، نوح شيخ الأنبياء الذين آمنوا به قليل شوية، عمر الدعوة 950 سنة، عمر الدعوة ماشي 50 سنة، 950 سنة، 9 قرون وكذا 50 سنة، وهو يقولهم ربي 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 واحد، لا صعب، ماشي سهلة، ماشي سهلة، سهلة لا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أثني تحلي أثني تحاوث إيوين نكويث على الأمة الشاهد، نشهد باللي جميع الرسل بلغوا الرسالات، جميع الأنبياء بلغوا. لذلك رب سبحانه في سورة البقرة الآية 143 وفي سورة النساء الآية 41 وفي سورة الأحزاب الآية 45 جيب الآية، والآيات التي وردت في سورة آل عمران خاصة من الآية 40 كلها راهي تدور في هذا المحور الشهادة. باختصار ذاكيش ودينا إنا أرسلناك شاهدا، شفوا عليها. نروح لسورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا، على لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نروح لسورة النساء الآية 41 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. موضوع الشهادة في تفاصيل كثيرة جاء بيانها وسيأتي بيانها في لقاءات أخرى إن شاء الله وقدر. إذن صفة مزولوث إنا أرسلناك شاهدا، زيد ومبشرا. صفة ثانية شكون يبشر؟ يبشر المؤمنين الذين استجابوا لدعوته، اللي قالوا نحن آمنا بك فرات أنت الرسول، السلام عليكم فرات ألف ذاين، كما آمنا بسائر الأنبياء السابقين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فرات كل شيء واضح، والله غير في الإسلام كل شيء واضح، رغم الشبهات التي تثار خاصة في هذا الزمن، التكنولوجيا الانترنت الفيسبوك يا حسرة أقنى النكس الدظيمي في مغالطات وشبهات. لو كان نبقى وانا سقسوني بعض الناس قالك علاش ما تردش علي الشبهات، نقول ما عنديش الوقت نديرهم شغل، ننشر النور ويروح الظلام والسلام. أعيد، هذا منهج، ننشر النور ويروح الظلام وحدهم، نبقى غير حياة كاملة تعس. هاو ما يحبسوش، هاو منذ قديم، ماشي منظرك، ماشي جدد قدم، احنا نقول ربي يهديهم. ولكن واحد ينظر يستخدم عقله ويقرأ ويتأمل بإذن الله سيصل إلى الحقيقة. لكن قرص قبيلة وينو ذا ليوفا وينو ذا أذ يفتذت
أماكن سوفان العلماء مقرانا مسنون مقرانا ذكرنا كثيرا بعضا منهم موريس بوكاي مثلا أرثر أليسون فيزيك نوكلير الله يبارك الفيزياء النووية وفلان وفلان عباقة عمالقة جبال من العلم دخلوا الإسلام من أوسع الأبواب أقرأوا أتوضم وين ذلك يفهم وربي قال في سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ومبشرا إذن استفرح المؤمنين ونذيرا ينذر العصاة والمشركين والمنافقين نذير سنقروا غلثت ولفثر الحال وغلثت كان سافريد يعرقون وفريد وغلثت سافريد والسلام وكن يا ربي ذك فريد سلامة وثكين دمى ونذيرا نذير لهؤلاء زيد في صربعة وداعيا إلى الله الرسول يدعو إلى الله يدعو إلى الله والكل إذا أمرنا بالدعوة إلى الله دليل في سورة النحل إزيزويث الآية 125 أدعو إلى سبيل ربك ماشي وايض خاطئ أدعو إلى سبيل ربك لا تدعو إلى غيره أدعو إلى سبيل ربك بالموعظة يا أيها الذين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سورة النحل الآية 125 ماذا فعل سليمان مع بلقيس تعرفوا الحكاية الرائعة اللي صارت بين سيدنا سليمان والملكة بلقيس فيها عبر كثيرة تأكدت بلقيس بذكائها أن سليمان يدعو إلى الله وبعدين الله يبارك بس كانت النهاية اللطيفة الرائعة إذن وداعيا إلى الله الصفة الرابعة الواردة في هذه الآية يدعو إلى الله يستوي السبري ضربي في خمسة يدعو إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه سيدنا ربي سبحانه وسراجا منيرا وسراجا منيرا قبلها كسر سراج منير وسراج منيرا معناتها أنت النور الذي يهدي الضالين والضائعين والتائهين معناك شذ النور ميلا ذفعنك ذفرنك أضوضا أذي السين انتذاس وذي السين ربي وذفعن أذرذن الهداية الآية ما قبل الأخيرة وبشر المؤمنين بشر صفرح مرة أخرى صفرح المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا معنى ربي سبحانه ذي القرد لا يجي إناس في صلى الله عليه وسلم صفرح المؤمنين باللي ربي هجي سنيون الفضل ذا القرآن المقام السن علي علي مليح مقام رفيع درجة درجة عالية درجة سامقة عالية وفضل كبير لازم نستقبل هذه الوعود على أنها وحي من الله لذلك تصوراتنا تعجز في الحقيقة عن تصور هذه الوعود وهذه المقامات السامقة التي أعدها رب العزة جل جلاله للمؤمنين آخر آية الآية 48 ولا تطع الكافرين والمنافقين الله عارف لو كنت تسمع الكفار المنافقين والله ما تسلك ما تتهناش فلنحذر الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن نحن أيضا مقصودون جميعا بهذا الخطاب الكافر كافر ندعوه إلى الله في الوقت نفسه نتمنى له الهداية لا نتمنى الضلال لأحد الجنة تسع الجميع خطر نشترك في الأصل الأصيل الأول كلكم لآدم وآدم من تراب وفي سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا تطع الكافرين والمنافقين إذا المنافقين تزرم صفة إنسان ودعذاهم اصبر الأذى ستؤذون كما أذي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو أذي أكثر اللذى المال
قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. ممكن واحد يضرك، يضربك بالعصا، يضربك بالحجر، ممكن يقطع لك طريق، ممكن يديلك الميراث، ياكل لك الميراث نتاعك، ممكن اي شيء صرا. وكان الاذى المعنوي سيلس، يجرحك، يطعن فيك، يقذف فيك، يكذب عليك، واش دير؟ الله غالب، اقوى ذي ونور نسى قواد ربي. اللي ما يخافش ربي يدير كلش، ولكن لازم ما ينساش بلي كاين ربي برك. اقوى ذي ونور نسى قواد ربي. وسيدي الدنيث، معظم الاذى اللي راه يصرى خاصة الآن مرة أخرى مع التكنولوجيا، مع الفيسبوك، مع الانترنت، مع شفا من زمان نهار اللي كان ما عندنا والو، ما كانش هذا الهم، هذا ما كانش هذا الستريس، هذا الانكواس، هذا الظلم، هذا القطيعة نتاع الأرحام. خاطر يستغلي يدير واحد لايف، ما يحتاج مين با الراديو والتلفزيون، يرفد يدير بورتابل في الصالون تاعو ويبدا يدير العجب في الناس. أليس كذلك؟ واش تدير لهم؟ تروح تضربهم؟ واش تدير؟ أنا أقول هالكلام، أنا أعبر عن أنين المظلومين، وأعبر عن آلام المجروحين، وهم كثر. أقول لأولئك اتقوا الله. دايما سيني الأقوى ذا ربي الظرف باللي مثل الآخر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ودعا ذاهم وتوكل على الله. ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم سينا في ربي، أما السعادة بني سينا في ربي، توكل على الله، أتفضي ربي تسقوان، وكفى بالله وكيلا. يعني هو الحافظ، هو الحامي، هو كلش. إذا كان ربي سبحانه وكيلك يا سعدك، ربي يرعاك يحفظك لا يتخلى عنك، وكيتسجر ربي سبحانه عز وجل. وهكذا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جاء الثلويث أرثي من الليث. سلام ربي في الله.